السلام عليكم. اني جبت لكم وصفه كالامار بالفيرميسيل شينواز، وبطريقه اخرى بدلتها كامل، طريقه بنينه بزاف وسهله. جربوا معايا الوصفه وراح تعجبكم ان شاء الله. للكالامار تاعنا بالشعيريه الصينيه نحتاج 4 حبات كالامار مقطعين، 2 حبات كبار طماطم، 2 حبات بصل، معدنوس والقزبر والجويا، 3 سنات تاع ثوم، ليم مرقد، مغرف كبيرة تاع طماطم مصبرة، مغرف تاع الصوجة، لي زيبيس، سكنجبير، ملح، حرور، بابريكا، الكركب والكمون، زيت زيتون للطبخ، والشعيرية الصينية. نبدو على بركة الله. قبل ما نبدو في الصلصة تاعنا، الوغ الشعيرية تاع الصينية لازم نديروها في الماء لمدة محامي لمدة 5 دقائق. ودونك نديرو الصلصة تاعنا. نبدو نديرو زيت زيتون في المقلة، ني تحب دير الزيت عادي دير الزيت عادي. نديرو البصل يتقلى، نخلوه يتقلى. كان يتقلى مليح عاد نزيدو الثوم، دونك خلوه يتقلى، لازم يدبال. بعد ما البصل تاعنا دبال، هنا راح نزيدو الثوم اللي هنايا راهي 3 سنات تاع الثوم. نقلوهم كاملين في رحبة. هذه الوصفة راح تجي بنينة، جربوها، رانا في الموسم تاع الصيف، نحبوا السمك. هنا نزيدو طماطم، خلو الطماطم تطيب شوية. هنا راح نزيد الكالامار تاعنا، نزيد معدنوس والقزبر وبالطبع الحال لي زيبيس. رائحة راها ما نقولكمش. راح نخلو دوك يتقلى شوية. بعد ما الطماطم تاعنا كما راكم تشوفوا فيها راها غلات، هنا نديرو طماطم مصبرة. طماطم مصبرة انا نديرها لبدا في الوسط، ونبدا نديرها هكذا باش تدخل كامل في لاصوص هكذا. ها كما راكي تشوفي محلت، تبدي هنا في الوسط وديري هكذا. رائحه التوابل والكالامار والروعه. هنا نزيدو مغرف تاع الصوص صوجا، هذا اختياري، اللي بغات تستغنى عنه ما ديرهش.
انا درته بيسك غادي ندير الشعيريه تاع الصينيه. درت لاصوص سوجا وتتمشى غايه مع الحوت والسوجا. هنا نزيدو شرائح ليمون، هذا الليم مرقد للسيترون كونفي. هنا دركا الصلصه تاعنا حنايا خليها طيب حتى تطيب وتكمل ونعاود نرجع لكم. هنا لا فيرميسيل تاعنا كما قلت لكم من الديبي خلوها 5 دقائق في الماء حامي. هنا راني صفيتها، درت فيها شويه تاع الملح باسكو لاصوص تاعنا ديجا راه فيها الملح. صفيتها ودروك نستنى لاصوص تاعنا طيب ونوجد لكم في الصحن بعد مرور 15 دقيقه. هنايا الصلصه تاعي راهي طابت، انا دروك نجهزها في الصحن ونرجع لكم. هنايا لاصوص تاعنا كما راكم تشوفوا راها جاهزه طابت، جات بنينه بزاف. راني دقت من لاصوص ما شاء الله. جربوا الوصفه ما راحش تندموا. انا عملت لكم لي فيرميسي كما قلت لكم، حبيت ان نبدلو شويه شاك فوا ديروا لو غي نديروا لي بات. جات انايا درتها لكم بلا فيرميسي، جات هبل. سيو الوصفه وانايا درك نقول لكم مع السلامه حتى الوصفه جاية ان شاء الله، ونجيكم تاني بغوسات سهلة راقية وبنينة. ونوبلي با دو فوز ابوني على ما شين اي افيك ان بوتي بوس بلو. يلا بالسلامة، باي.